رجاء التبسيط في إجابة هذا السؤال، هل هناك تعارض بين حياة التسليم الكامل لمشيئة الرب يسوع وبين تدخل الفكر البشري العقلي؟ وكيف يتدخل بفكر الخاص في المواقف الطارئة؟ انت تفكر زي ما انت عايز، ولكن اخيرا تسلم نفسك لمشيئة ربنا وتقول له زي ما تحب ربنا انت تنفس. لكن ربنا ما منعكش من التفكير. التفكير مش معناها التعارض مع المشيئة، وهم انت فكر بطريقة تناسب مشيئة ربنا.